اتفاق جديد قد يكون من شأنه المساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ليبيا تمهيدا لتحسين الأوضاع الأمنية المتدهورة. السلطات الليبية توصلت بعد مفاوضات شاقة إلى اتفاق على فتح 2 من الموانئ النفطية المقفلة منذ يوليو الماضي، وهما ميناء زويتينا الذي يصدر 100,000 برميل يوميا وميناء الحريقة الذي يصدر 110,000 برميل يوميا. فتح الموانئ على دفعتين، الدفعة الأولى دفعة فورية لميناء زويتينا وميناء الحريقة، وبعد أسبوعين إلى 4 أسابيع فتح ميناء السدرة ورأس لانوف. اجتماع زويتينا بين الحكومة ومسؤول كبير في برقة هو إبراهيم جدران نص على رفع الحصار عن مينائين آخرين خلال الأسابيع المقبلة، وهما رأس لانوف والسدرة. هذان الميناءان هما الأهم في ليبيا ويصدران أكثر من 500,000 برميل يوميا. ومنذ أن علقت صادرات النفط في يوليو الماضي حرمت البلاد من مصدر الدخل الأساسي، وتسببت هذه الأزمة في تراجع الإنتاج النفطي إلى 250,000 برميل يوميا مقابل 1,500,000 برميل في السابق. حقنا لدماء الليبيين ووأدا للفتنة وللحيلولة دون التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، فإننا في المجلس السياسي والمكتب التنفيذي لإقليم بايقا ومجلس الشيوخ قررنا فتح مينائي الزويتينة والحريقة النفطيين كبادرة حسن نية. ويأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من فشل أعيان إقليم برقة بتصدير النفط من خلال موانئهم كما كانوا يرغبون، وقد باءت محاولتهم بالفشل الشهر الماضي عندما تدخلت البحرية الأمريكية وأعادت الباخرة الكورية الشمالية التي استخدموها في نقل النفط من دون موافقة الحكومة المركزية في طرابلس.